ما تصور لا غير تكلم غير تكلم عربي ماشي جديد. بالنسبة دخلت في السبعة ديال الشيء ديال النهار اش ديال البال البارح السبت ديال السبت اه مي خرجت تما مكانش اللي توقعني. شنو المرض اللي عندك؟ مرض رجلي كلية كحل الحالة ديالي كلها من فين جيتي؟ من مقريب جيتي للمستشفى بالمهدي؟ اي في لامبيلونس. اي بقيتي في هذه الحالة في المستعجلات؟ اي الى حد الساعة من دخلوني بالتكاك الليل وانا فايق وانا معد ما كاين اللي جا عندك ما كاين اللي داك ما كاينش اللي تيشوف تيشوف الكارت ديالي ومن بعد هكاك وصلت هذيك واش ديك الوحده ديال النهار وما يقول لك يلا خرج خرج بغيت نخرج قلت له كيفاش غادي نخرج انا ما عندي حتى درهم في العاد نخرج قال لك سير لمقريب وتغدا هي اللي عاد ترجع لعاد ما قدموا لك اسعافات ما قدموا لك شيء ما قدموا لك شي اسعافات باش يداووك والو وما عطاوني تقول ما عطاوني وانا ثلاث ايام ما واكل ما صايب باش نشري حتى كاس ديال الحليب وانت تشوف الحالة اللي دوك انا اللي خرجت فيها وما زلت رجعت لعندهم والو واش سمعوا مني شي كلام